ملك أحمد زاهر في مواجهة والدها. أنت مرعوبة بشكل مش هتتخيلي. مش واقفة بترعش. مين بقى حضرتك؟ أنا. أنت أنانية قوي. اتصدرت ملك أحمد زاهر في الأيام الأخيرة ترند على السوشيال ميديا في أكتر من خبر، وخصوصاً بعد مشاركتها صورة لوالدها أحمد زاهر واللي بيظهر فيها متأثر وبيبكي أثناء تصويرها أحد مشاهد مسلسل لؤلؤ. الصورة دي مهمة أوي بالنسبة لي. ده كان المشهد لما بروح البيت وبعرف كل حاجة. هو ده المشهد. هو اليوم ما كانش عنده تصوير أو كان عنده الصبح بدري خالص وخلص وفضل قاعد مستني لحد ما عادي بالليل، فضل قاعد معايا عشان عارف إن أنا المشهد ده أنا خايفة منه. فجه ووقف وقعد يتفرج عليا، وحتى كان في فيديوز نزلت وهو كان نزلها وانا كنت نزلتها برضو. كان بيجي مثلا في ودني واحنا واقفين ولا حاجه يقول لي تخيلي مثلا كذا كذا كذا، عايزك تركزي، عايزك مش عارفه ايه، انا عارفه انك تقدري تعملي المشهد ده حلو كده. بقى في ودني وابتدى بقى يصور في الكلوز بتاعي. فجاه بعد ما خلصنا وبتاع حضني جامد قوي وبرافو عليكي وانا فخور بيكي ومش عارفه ايه، وبعدين فجاه جات لي صوره وهو واقف بيصورني وحبيبي بيعيط. فالصوره انا شفتها يعني ما صدقتش صراحه. انت واقف بتعيط وسط اللوكيشن وبتاع، وبجد انا اثرت فيك قوي كده. انا فاللي هو ده احمد زاهر يعني انت بتاثر بيا انا. فانبسطت قوي طبعا وقلت لازم الصوره دي تنزل بعد المشهد بس، ونزلتها وعملت بوم جامد قوي يعني. ثواني بس. ودي مش الصوره الوحيده اللي عملت بوم، وانما تعاطف الجمهور مع شخصيه منى واللي بتلعب دورها ملك خلى احمد ينشر بوست وكتب فيه والله يا بنتي انا كاحمد معترف بيكي. ابتدت بقى الناس تتخانق معاه، ما تروح تعترف بيها بقى حرام عليك بقى، وانت ايه اللي انت عامله فيها ده ومش عارفه ايه. فحبيبي اول ما شاف المشهد ولقى رد الفعل وبتاع قال لازم تبارك لي ونزل بوست. انا كنت حتى نايمه مش موجوده يعني، نزل بوست وكتب بقى انا يا بنتي كاحمد معترف بيكي وبتاع. كان بقى اعرف من حضرتك. ومن الطبيعي نشوف الدعم ده من احمد اللي دايما بيكون متواجد مع بناته في كل المناسبات، وده شكل صعوبه عند ملك في اول المشاهد اللي بتجمعهم سوا. اللي كان في الحلقه 16 في الشركه مع طارق اللي هو المفروض بابا منه وهي مش عارفه. ده كان اول مشهد اصوره، كنت مرعوبه بشكل مش هتتخيلي اني بصور قدام بابا والمفروض ان انا بعامله وحش. ازاي دي هجيبها ازاي مش عارفه. انا كنت واقفه بترعش لولا ان هو فضل يطمني ومتقلقيش واحنا مع بعض وبتاع، وفضل واقف جنبي وقال لي ما تخافيش ومفيش اي حاجه. عملنا المشهد حلو الحمد لله وطلع حلو وعجب الناس قوي الحمد لله، من اكتر المشاهد اللي عجبت الناس لحد دلوقتي. ايه المفتاح اللي خدتيه منه ده يا مامي؟ مفتاح شقته. هنقعد فيها مؤقت. وليه اصلا تاخدي مفتاح شقه حد غريب عشان نقعد فيها؟ ايه الستيب الجايه يا ماما؟ وقدرت ملك انها تشكل حاله خاصه بادائها المميز في العمل ده، وتفاعل الجمهور مع شخصيتها بشكل كبير. والمشهد اللي كان في الحلقه 15 قبلها اللي هو اخر مشهد لما خبطت المشهد ده، الناس كان بتكلمني اللي هو زعلانه مني، انت رايحه تفضحي مامتك وبتاع. طب انا ذنبي ايه يا جماعه؟ انا الطفله المغلوب على امرها، حرام عليكم. مش كفايه مخبيه عليا عمري كله اهلي اللي لسه عايشين وكل ما اسالك عليهم تكذبي وتقولي انهم ماتوا؟ المشهد اللي انا بقول لها على ادهم ده برضو الناس كان عاجبها قوي الحاله اللي ما بيننا والمشهد ده. الاسبوع اللي فات رحنا مكتبه اسكندريه. فاكره. اهو احنا هناك بقى قابلت ادهم. هو شاطر زي في الماث والساينس على فكره، وخدنا ارقام بعض وبقينا بنتكلم كتير على واتساب. ونقدر نقول ان الكامباك كانت قويه، وخصوصا ان كل المشاهد اللي قدمتها ملك تعتبر ماستر سين. مفيش تقريبا مشهد عادي، مشهد او اتنين هم العاديين، الباقي كله لا كلهم ماستر سينز من اول حلقه لحد اخر حلقه. فلا كل مشهد ماستر سين. فالموضوع ده كان مخوفني شويه لانه دي اول رجعه ليا برده هيبقى كلها صعوبه كده، فكنت خايفه الحقيقه بس الحمد لله عدت. ولا هم مين ولا فين ولا ايه شكلهم حتى. كنت مخبيه كل المفاجآت دي لحد امتى يا ماما؟ ورجوع ملك للتمثيل بعد غياب حوالي 8 سنين بطلب من والدها كانت بسبب ترشيحها من المخرج محمد سامي. ففعلا استاذ محمد سامي رشحني عشان هو اشراف على التاليف والاخراج في لؤلؤ، رشحني لمنى. وكده كده استاذ محمد سامي اي حاجه هيقول يلا ملك اعملي ده انا معاه، انا واثقه فيه 100%. فشفت الدور دور حلو جدا، هو صغير دور صغير بس مؤثر وفي مساحه اقدر اقول فيها يا جماعه انا بعرف امثل. بنبعت لبعض مسائلنا ونشوف مين فينا اللي هيجاوب اصلا. ومع محمد سامي كمان ملك بتتحضر لدورها في مسلسل نسل الاغراب. نسل الاغراب رمضان ان شاء الله 2021 مع الاستاذ محمد سامي والاستاذ احمد سقا والاستاذ امير كراره والاستاذ ضيا عبر والاستاذ نجله بدر والاستاذ ادوار والاستاذ عماد زياده احمد مالك احمد داش شريف سامي ناس كتير استاذ بدر فضالي ناس كتير قوي 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 فنانين كتير قوي قوي ما شاء الله المسلسل مليان. فانا فخوره بالعمل ده الحقيقه خصوصا في بندق انتاج سينرجي. انا اسمي رغده وشخصيه سعاديه في دراما سعاديه بس كده. باباكي طردني من بيته قبل حتى ما اقول له يا جدو.
ومن اخر الاعمال اللي قدمتها قبل توقفها عن التمثيل، اخر حاجه عملتها كانت الكاسرات مع الشيف صلاح السعداني في مكتب عميره، كان من احسن الحاجات اللي عملتها في حياتي تقريبا. بعد كده بابي قال لي خلاص بقى لازم نوقف، ويعني هي هذا بوينت انه لا تقعدوا استنوا فتره، فتره المراهقه دي تعدي عشان الناس ما تشوفكوش بكل حالاتكم، عشان في عندنا حاجه كده عندنا في الفتره دي بيقولوا هتتحرق، فهو خاف من كده وتشز صح، لانه عندنا كذا نموذج كده فعلا في مصر. يعني كنت رجعت من كذا سنه كانوا هيقولوا اه عارفينها بتاعت عمر وسلم، دلوقتي ايه ده هي دي اللي كانت فيه. وفي ناس بقى مش عارفه خالص وبتكتشف وكده، ففي اختلاف في المعامله وفي في رؤيتهم ليا وكده. في اكتر حد وجعني ولسه بيوجعني، عذرك انا بحبك. وبالرجوع لمسلسل لؤلؤ، فبالرغم من تصدر حلقاته التريند ونسب المشاهده العاليه اللي حققها، الا ان واجهته كتير من الانتقادات، ومنها المبالغه اللي سبق وكشفنا عنها في تقريرنا اللي فاتت. مش عارفه انا مش شايفه فيه نوع من انواع المبالغه الحقيقه، يعني انا شايفه المسلسل عادي جدا. ليه في نجوم كتير قوي عندنا بتبقى نجوم كبيره في الوطن العربي اللي بيحضروا حفلاتهم ملايين، وده موجود، فانا مش عارفه فين المبالغه الحقيقه. لا انا شايفه ان ده عادي، وانه في كده كتير جدا جدا في مصر وفي الوطن العربي وفي العالم. لو هم كانوا عاوزين يعملوا في المسلسل ابهار وديكورز جامده والناس كتير قوي، دي مش حاجه تضايق حد، عادي هم بيعملوا حاجه يا سيدي. لو هي مش موجوده طب احنا بنعمل حاجه جديده ما اتعملتش، ايه المشكله؟ خدت مننا في المدرسه كان عشان اجي لك على البيت وافرحك واقول لك ان انا طلعت الاولى.